أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بسلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها باريس اف سي الفرنسي بشعار فيكتوريوس البحرين في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية بعد 8 مباريات دون هزيمة، وتحقيق الفريق نتيجة جيدة أمام تروا في الجولة الماضية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مسيرة باريس اف سي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العديد من الأهداف في ظل الفخر والاعتزاز برؤية اسم المملكة البحرين على قميص الفريق في الدوري، مشيدا سموه بتعادل الفريق مع تروا لهدف في الأسبوع 32 والمحافظة على أمال المنافسة على المراكز المتقدمة وبطاقات الصعود للدرجة الأولى. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أنه حريص على دعم الفريق نحو تحقيق الأهداف المرجوة، خصوصا أن الدوري في مراحله الأخيرة وأمام الفريق فرصة كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة. وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة ضد روديز أفيارنو في المباراة 33 يوم السبت القادم. وتعادل باريس اف سي بشعار فيكتوريوس البحرين مع تروا في مباراة قوية رافعا رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، وهو المركز المؤدي لتصفيات الصعود.